السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة صف ثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنراجع هندسة تحليلية. هراجع الهندسة دي على حصتين اتنين. أول جزء هراجع فيه على درس البعد والتنصيف، أهم ملاحظاتهم، قوانينهم، الحالات الخاصة، إمتى السؤال أنت بتتلخبط فيه هو كان من الدرس أو مش من الدرس. تاني حصة إن شاء الله هناخد فيها الميل ومعادلة المستقيم. نبتدي أول حاجة بدرس البعد. درس البعد بين نقطتين، أول حاجة قانونه، قانون البعد بيساوي الجذر التربيعي لطرح السينات تربيع فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. يعني جذر سين اتنين ناقص سين واحد أس اتنين زائد صاد اتنين ناقص صاد واحد أس اتنين. في درس البعد ما بيفرقش جبت سين التانية الأول أو سين الأولانية الأول، عادي، لأنه أس اتنين لو الناتج طلع بالسالب بيشيله. وكان في يا باشمهندسين أسئلة في الامتحان يتهيأ لك إن هي من الدرس ده وهي ملهاش علاقة بيه، زي إيه؟ بص يا باشمهندس، لو جيت ده لك نقطة، النقطة دي عبارة عن سين وصاد، وقال لك بعدها عن محور سين، الناس بتتوه، هي بتحدد إن ده من درس البعد وهو ملوش علاقة بدرس البعد. بعد نقطة عن محور سين قال لك مطلق صاد، تقدر أنت تسجلهم عندك في الكراسة بحالات خاصة. أول حالة لو معايا سين وصاد وقال لي بعدها عن محور سين، يعني معايا نقطة وقال لي بعدها عن محور سين، قل له مطلق صاد. مثال على الكلام ده، لو معايا 3 وسالب 5 وقال لك بعدها عن محور سين، يبقى الناتج مطلق سالب 5، يعني بتساوي 5 وحدة طول، حطوا المطلق عشان ما فيش طول بالسالب. تاني حالة خاصة، لو معاك نقطة سين وصاد وقال لك بعدها عن محور صاد، قل له مطلق سين. مثال على الكلام ده، لو أنا معايا نقطة 3 وسالب 5 وعاوز بعدها عن محور صاد، يبقى الناتج مطلق 3، يعني بتساوي 3 وحدة طول. يكون مديك معادلة يقول لك سين زائد اتنين صاد بتساوي 7 مثلا، تقطع محور السينات في جزء عن طوله، برضو دي ملهاش علاقة بدرس البعد، قال لك تقطع محور السين في جزء طوله، تقطع محور السين معنى كده ان خانة الصاد بصفر، يعني السينات بتساوي 7 وحدة طول. افرض كان سالب 7، حط الناتج موجب 7 لان مفيش طول بالسالب. وفي سؤال بيجي للناس بيلخبطهم جدا جدا جدا، يجي يقول لهم لو كان معايا مستقيم صاد ناقص 1 بيساوي 0 ومستقيم تاني صاد زائد 2 بتساوي 0، البعد بينهم كام؟ هنا الناس بتتلخبط قوي. بصوا يا باشمهندسين بنتصرف في الأسئلة دي إزاي؟ أنت قدامك حل من اتنين، لإما تقوم قايل له إن الصادات هنا بواحد وإن الصادات هنا بسالب اتنين، وتقوم جايب نقطة تقول له مفيش سينات بس في صادات ومفيش سينات بس في صادات، وتحسب بقانون البعد عادي البعد ما بينهم، لإما ناس بتلجأ للشبكة يقوموا قايلين ان هنا كده الواحد وهنا كده السالب اتنين، يعني كده في وحدة ووحدتين، يبقى الناتج تلات وحدات طول، ده البعد بين المستقيمين. دول يا شباب الاسئلة اللي ممكن تجي لك تحس ان هي من الدرس ده بس مش من الدرس ده، وتقدر انت تسجلها بحالات خاصة. في بعض المدرسين بيقولوا احنا نديك قانون كمان لو قلت لك البعد بين
البعد بين نقطة س وصاد ونقطة الأصل، خد على طول البعد، قول إنه بجذر السينات تربيع زائد الصادات تربيع. لو اديتك نقطة س وصاد وقلت لك البعد بينها وبين نقطة الأصل، خد السينات على طول تربيع والصادات تربيع من غير ما تدوش نفسك. طب درس البعد ده بيحسب لي ايه؟ ايه الأسئلة اللي ممكن تجي لي عليه في الامتحان؟ بص يا باشمهندس، ممكن يسألك في نوع المثلث، نوع المثلث، وممكن يسألك في إثبات الشكل الرباعي، إثبات الشكل الرباعي بس بحدود، يعني تثبت هو متوازي ولا مستطيل ولا مربع ولا معين، بس ده حدوده، ده حدوده في الأشكال الرباعية. إنما ما بيقدرش يحسب لك إن الشكل ده شبه منحرف ولا لا. ممكن يثبت لك إن في ثلاث نقط أو نقط على استقامة واحدة ولا لا. وهنا في الجزئية دي يفضل درس الميل، نفضل درس الميل. الميل هنا أسأل. ولو كنا عايزين نحسبه بدرس البعد كنا لازم نحسب البعد ما بين كل نقطة والتانية، وكنا نلاقي مثلا ان قطعة بتساوي قطعتين ألف جيم زائد به جيم، كده كنا نقول ان التلات نقط على استقامة واحدة، بس بنفضل هنا الميل. واخر حاجة كان يديك طول البعد، كان يديني البعد ومجهول جوه نقطة. دول يا شباب الحاجات اللي نقدر نحسبها بدرس البعد. تعال نشوف اهم الاسئلة اللي بتيجي في اختر، ونشوف اهم الاسئلة اللي بتيجي على الانواع دي ايه. دول يا باشمهندسين اشهر الاسئلة اللي تقدر تجيلك في اكمل واختر. السؤال الاول بيقول البعد بين سالب 3 وصفر وصفر واربعة. قلنا له عادي خالص يا استاذ، احنا نقدر نطبق درس البعد اللي هو بيساوي الجذر التربيعي لطرح السينات تربيع سالب 3 ناقص 0 أس 2 زائد طرح الصادات تربيع، طلع بيساوي جذر 9 زائد 16، جذر 25 بتساوي 5 وحدة طول. يعني مسألة حساب عادية خالص. النقطة اللي بعدها دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نص قطرها 2، فإنها تمر بإيه؟ هو بيسألني بتمر بأي نقطة من دول؟ قلنا له يا أستاذ البعد ما بين نقطة الأصل وأي نقطة هو الجذر التربيعي للسينات تربيع والصادات تربيع، فأنا هاخد النقطة دي أجربها، هنا 1 زائد 4 طلعت بجذر 5 وهنا الطول ب2 مش نافع، هناخد دي سالب 2 ب 4 و1 جذر 5 برضو مش نافع، هناخد دي جذر 3 تربيع ب 3 مش هفكر تاني، لما يكون البعد ما بين نقطة ونقطة الأصل بناخد السينات تربيع على طول والصادات تربيع، دي جذر الأربعة بتساوي 2، هي دي يا أستاذ، هي ديت اللي البعد بينها وبين نقطة الأصل بتساوي 2 وحدة طول. لو جربنا الأخيرة جذر 2 أس 2 ب 2 زائد 1 طلعت بجذر 3 برضو دي ما تنفعش. البعد بين س ناقص 5 بتساوي 0 وس ناقص 2 بتساوي 0. قلنا له يا أستاذ بكل بساطة بنجيب قيمة س ونجيب قيمة س ومنها الصادات بصفر وهنا الصادات بصفر، نجيب البعد عادي ما بينهم 5 ناقص 2 3 أس 2 زائد 0 بجذر 9 اللي هي ب 3 وحدة طول. ألف وصفر وصفر واحد، البعد بينهم بيساوي وحدة طول، يعني يقصد إن هي بواحد وحدة طول. ألف بكام؟ قلنا له البعد يا أستاذ اللي هو جذر اطرح السينات تربيع زائد اطرح الصادات تربيع بيساوي واحد. عاوز أشيل الجذر ده بربع الطرفين، بحط أس 2 في اليمتين، يبقى ألف تربيع تطلع بصفر
لان لو عديت الواحد باشاره مخالفه واحد ناقص واحد صفر. هنشيل اس 2 نجيب الجذر، لما نشيل اس 2 الالف طلع بصفر. طب النقطه اللي بعدها بتشوفها كتير قوي يا استاذ في اكمل او اختر، يقول لك بين نوع المثلث. يبقى ده درس البعد يا باشمهندس. هتسمي مثلا دي الف ودي ب ودي ج، يبقى ا ب بتساوي الجذر التربيعي لطرح السينات تربيع زائد طرح الصادات تربيع، طلعت بجذر 36. ما تحسبهاش، هات ب ج جذر طرح السينات تربيع 36 وطرح الصادات تربيع 64، يبقى دي جذر 100. برضو ما تحسبهاش. ا ج جذر طرح السينات تربيع 0 زائد 64، طلعت بجذر 64. وكان عندي ثلاث حالات يا باشمهندسين. لو ضلع قد ضلعين كنا بنقول على المثلث ده ان هو ايه؟ ان هو قائم. ضلع تربيع قد ضلعين تربيع. لو ضلع تربيع اصغر من ضلعين تربيع بنقول عليه حاد. لو ضلع تربيع اكبر من ضلعين تربيع بنقول عليه منفرد. يبقى هنا يا استاذ بما ان ب ج تربيع بيساوي 100 و ا ب تربيع زائد ا ج تربيع بيساوي 100 36 و 64، اذا المثلث قائم. اصعب سؤال ممكن يجي لي في الدرس ده ايه؟ طبعا يا باشمهندسين اصعب سؤال في الدرس ده لما بيكون في مجهول ويقول لك هاته، تعال نتدرب عليها قبل ما نخش على درس التنصيف. دول سؤالين يا باشمهندسين مشهورين في الامتحانات بيجوا يكون في مجهول فيهم. المسألة الأولى في ناس كتير بيحصل لبس بينها وبين درس التنصيف. هنا هو ما قالش إن ب في المنتصف، هو كل اللي قاله قال إن أ ب قد ب ج، يعني البعد ما بين أ ب اللي هو جذر س ناقص 3 أس 2 زائد 3 ناقص 2 أس 2 بيساوي جذر طرح السينات تربيع 3 ناقص 5 تربيع زائد طرح الصادات تربيع. هنا يا أستاذ يعتبر س ناقص 3 أس 2 زائد 1، وهنا جذر 2 أس 2 ب 4 زائد 1، يبقى هنا جذر 5. نقدر نربع الطرفين، بقى س ناقص 3 أس 2 زائد 1 طلع ب 5. ليه ربعنا الطرفين يا أستاذ؟ علشان نشيل الجذر. هنعد الواحد بإشارة مخالفة، يبقى س ناقص 3 أس 2 بتساوي 4. نشيل أس 2 نجيب الجذر، بقت س ناقص 3 بتساوي موجب 2 مرة وسالب 2 مرة. وكان في ناس ما بتحبش الطريقة دي، بيقوموا مفكين القوس تربيع ومسويين المسألة بالصفر ويحللوا. تمام، الاثنين صح. هنا السين بخمسة وهنا السين بموجب 1، يبقى قيم سين لإما 5 لإما 1. في المسألة التانية نفس الكلام بنفس الطريقة، هو اداني البعد، قال إن البعد باتنين جذر 5 بتساوي الجذر التربيعي لطرح السينات تربيع زائد طرح الصادات تربيع. هنربع الطرفين عشان نشيل الجذر، 2 جذر 5 أس 2 بتساوي جذر س ناقص 6 أس 2 زائد 16، 5 ناقص 1 16 أس 2. أس 2 ده يا شباب هنوزعه على كل خانة، 2 أس 2 ب 4 في جذر 5 أس 2 ب 5 بتساوي أس 2 شال الجذر اللي هنا، س ناقص 6 أس 2 زائد 16. المرة دي احنا هنحل ان احنا نفك القوس تربيع، مش هنحل بالطريقة دي عشان اللي بيعرف يحل بدي او يحل بدي ما يتوهش. الاول تربيع الاخير تربيع الاول في الثاني في 2. هنساوي السؤال بالصفر عشان نحلل، س تربيع ناقص 12 س زائد 36 لما نشيل منهم 20 يتبقى 16 و16 2 ب 30. نفتح قوسين، س في س ال 4 في 8 الاخير موجب، الاثنين بياخدوا اشاره المنتصف كده مجموعهم 12،
ومنها السين بأربعة ومنها السين بثمانية. كان في ناس تحب تكمل بالطريقة دي، بيقوموا معديين الستاشر بإشارة مخالفة ويقوموا جايبين الجذر للطرفين ويشتغلوا على الأساس ده. بالنسبة لدرس التنصيف، درس التنصيف ده عبارة عن فكرتين اتنين بس، ايه هما؟ درس التنصيف قانونه الأول يا باشمهندسين مجموع السينات على اتنين، مجموع السينات على اتنين، ومجموع الصادات على اتنين. ده قانون درس التنصيف، ده إحداثي المنتصف. الدرس ده بيحسب إحداثي كامل، يعني أنا لو معايا إحداثي سين وصاد مجهولين يبقى ده درس التنصيف. وأسئلته بتبقى عبارة عن نوعين اتنين، نوع يديك نقط ويقول لك إن النقطة دي في النص، ونوع متوازي. تعال نشوف المسألتين كده. الفكرتين همت يا باشمهندس، فكرة منهم يديك النقط ويقول لك إن جيب في النص، والفكرة التانية إنه يقول لك متوازي أضلاع، أوجد نقطة تقاطع الأقطار وأوجد الإحداث اللي ناقص. بتتصرف فيهم إزاي؟ الأولى دي ممكن يغيرها بمزاجه، يعني إيه؟ هو هنا قال إن ده ألف وده ب وجيم اللي في النص، لازم تتأكد مين اللي في النص. ممكن يديك إحداث ألف وممكن ما يديهولكش أصلا كامل ويديك النقطتين التانيين، كلهم نفس الطريقة. لو ما ادكش ألف بتكتبه سين وصاد، هنا هو مديهولي واداني جيم كمان واداني باء. اللي يكون منهم مجهول حط مكانه سين وصاد. بعد كده يا أستاذ، كان في الناس مقسومين لحلين، في مدرسين بيقولوا احنا يا باشمهندسين اتنين من النص، اتنين من احداث المنتصف بيساوي مجموع الاطراف، يعني اضرب ده في اتنين يعني تمانية واتناشر بتساوي مجموع الاطراف س زائد ستة وص زائد تلاتة، ويساوي الخانة الاولى بالاولى يعني السين باتنين، والخانة التانية بالتانية ص زائد تلاتة بتساوي اتناشر يعني الص بتساوي تسعة. وفي مدرسين تانيين يقولوا لا، المنتصف يا حبيبي بيساوي مجموع السينات على اتنين ستة زائد سين على الاتنين وتلاتة زائد صاد على الاتنين، ويساوي الخانة الأولى بالخانة الأولى سين زائد ستة على الاتنين وسطين في طرفين تمانية بتساوي سين زائد ستة، عد الستة بإشارة مخالفة يبقى السين باتنين، وصاد زائد تلاتة على الاتنين بتساوي ستة يعني صاد زائد تلاتة بتساوي اتناشر، ومنها الصاد بتساوي تسعة. الاتنين طلعوا نفس الإجابة بنفس الطريقة. طب يا أستاذ، فكرة المتوازي، كانوا المدرسين مقسومين لاتنين، في حلين ليها. في مدرس يقول إيه؟ ده المتوازي رسمة ثابتة مع كل المدرسين ألف ب جيم دال، دال دي اللي ناقصة حطها بسين وصاد. وقام قال أنا معايا ألف بتلاتة وأربعة، ومعانا باء باتنين وسالب واحد، ومعانا جيم بسالب أربعة وسالب تلاتة، عايز نقطة تقاطع الأقطار، الأقطار بينصف كل منهما الآخر، مجموع السينات على اتنين اللي هو تلاتة زائد سالب أربعة يبقى سالب واحد على اتنين، ومجموع الصادات على اتنين أربعة زائد سالب تلاتة بواحد على اتنين، ده إحداث المنتصف. الطريقة دي ثابتة ملهاش تاني. طيب الإحداث اللي ناقص إحداث دال، لا المدرسين مقسومين لاتنين، في واحد يقول انت لو عايز دال ده دي بتساوي ألف زائد جيم ناقص ب، أو دال زائد ب بتساوي ألف زائد جيم، معدل ب بإشارة مخالفة. وبيقوم قايل ناخد السينات نكتب بالتفصيل، تلاتة ناقص أربعة ألف زائد جيم زي ما هي ناقص الب ناقص اتنين، و أربعة ناقص تلاتة ناقص الواحد بقى سالب في سالب بموجب، يبقى الناتج هنا طلع سالب تلاتة يا أستاذ،
واثنين. ده احداث المنتصف، دي طريقة مدرسين بيمشوا بيها. الطريقة التانية، واحد قال لا، المنتصف اللي احنا حسبناه يا استاذ بيساوي مجموع السينات على اتنين، سين زائد اتنين على اتنين، وصاد ناقص واحد على الاتنين، ونساوي الخانة الاولى بالاولى، ده مقسوم على اتنين وده زيه، يبقى سين زائد اتنين بتساوي سالب واحد، ومنها السين بسالب تلاتة، وهنا صاد ناقص واحد بتساوي واحد، ومنها الصاد بتساوي اتنين. الاتنين طلعوا من نفس الاجابة. دول يا باشمهندسين كانوا مراجعة سريعة على درس البعد ودرس التنصيف. اتمنى ان اكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.